أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام صدق الله العلي العظيم. بجوار الحرم المقدس للإمام الرؤوف الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليهما، بجوار حرمه الشريف يوجد مسجد يسمى مسجد جوهرشاد. هذا المسجد بني في سنة 821 للهجرة، يعني قبل أكثر من 600 عام، وبالتحديد 610 سنوات. ولكن بعد مرور هذه الفترة الطويلة لا زال المسجد قائم بقوته. الذين تشرفوا إلى زيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه، ربما الكثير رأى هذا المسجد من قرب، مسجد قائم بقوة، وربما حسب الوضع الطبيعي ربما يستمر إلى أكثر من 1000 عام. ما هو السبب في بقاء هذا المسجد هذه الفترة الطويلة؟ لا شك أن السبب الأصلي هو فضل الله عز وجل، ومن ثم هو ألطاف أهل البيت عليهم السلام، وبعد ذلك هناك أسباب معنوية خافية علينا، ولكن السبب الظاهري لبقاء هذا المسجد أكثر من 6 قرون هو أن المهندس لهذا المسجد، المهندس آنذاك كان يسمى بالمعمار، جاء بعد أن اتفق مع جوهرشاد، جوهرشاد اسم امرأة، بعد أن اتفق أن يبني هذا المسجد صب الأسس، جعل الأسس، بعد أن بنى الأسس للمسجد غاب يوم يومين شهر شهرين. كلما بحثوا عن هذا المعمار هذا المهندس ما وجدوه، والمشكلة كانت أن هذا الأساس الذي بناه هذا المعمار كان لا يعرف أحد أن يبني على هذا الأساس، كان أساس بصورة خاصة، والأساس كان قويا لا يمكن أن يزيلونه بسهولة. بقي هذا الوضع لمدة سنة كاملة، المعمار المهندس
لا أثر عنه وهذا البناء متوقف. بعد سنة جاء المعمار، أين كنت لهذه الفترة الطويلة؟ قال أنا غيبت نفسي عمدا. لماذا؟ قال لئلا أتعرض لضغوط منكم أن أستعجل في بناء هذا المسجد. أنا جعلت الأسس، ثم أردت أن تمر الظروف المختلفة على هذه الأسس، الحر، البرد، الثلوج التي تنزل في مشهد، المطر، الهزات الأرضية التي تحدث في مشهد، لأجل أن أعرف مدى استقامة هذه الأسس. غيبت نفسي سنة كاملة حتى لا أتعرض لضغوط منكم أن استعجل. الآن جئت حتى أرى أثر هذه المتغيرات الجوية في هذه الأسس، حتى أعرف كيف أبني بناء قويا على هذه الأسس. ثم بدأ ببناء هذا المسجد وبقي لأكثر من 600 سنة. العمل باستعجال، القفزة بدل المشي، هذا يوجد ضعفا كبيرا في العمل. العمل الذي يبنى على أسس، العمل الذي يؤدى ضمن مراحل، هذا العمل عادة يكون عملا راسخا، عملا قويا، بخلاف الشيء الذي يكون باستعجال، الذي يكون بالقفزة، بطي المراحل، ينتقل من مرحلة إلى مرحلتين بعد ذلك، هذا العمل يكون هشا. الله سبحانه وتعالى يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. ما هو معنى 6 أيام؟ هناك بحث لا علينا به الآن. البعض قالوا يعني مدة 6 أيام لأنها ما كانت أيام وليالي آنذاك. البعض أشكلوا على هذا الجواب، قالوا لا، يعني في 6 مراحل. على أي حال، أي معنى كان لهذه الكلمة، الله عز وجل يحتاج أن يبني، أن يخلق السماء والأرض في 6 أيام؟ الله يقول للشيء كن فيكون، الله يفعل، يخلق كل شيء بأصغر إرادة، بمجرد إرادة فقط. يحتاج أن يخلق السماوات والأرض في 6 مراحل في 6 أيام مثلا؟ لا. لماذا الله عز وجل خلق السماوات والأرض في 6 أيام؟ البعض يقول حتى يجعل التدرج من بداية الخلق. الله عز وجل يخلق السماوات والأرض في 6 مراحل حتى يكون ذلك في صميم هذا الكون، أن لا يكون عمل إلا متدرجا، إلا بعد طي مرحلة ثم مرحلة ثم مرحلة وكذا. حتى هو عندما أراد أن يخلق السماوات والأرض خلقها في 6 أيام. أما العمل بدون تدرج، هذا الشيء الذي يطلبه كثير من الناس، يريد أن يصل أسرع، يسرع أكثر من اللازم، هذا العمل يكون عملا ضعيفا، يكون عملا مليئا بالمشاكل. الشاب يريد أن يصل إلى مراحل علمية عالية، إذا أراد أن يتعلم في فترة قصيرة جدا، أن يقفز، أن يدرس مرحلة ويترك مرحلة ثم يدرس مرحلة وهكذا، ما الذي يحدث؟ يتعلم العلوم بصورة جيدة؟ من الممكن أن يحصل على شهادة، ولكن هذه الشهادة ما وراءها ماذا؟ الحكام الذين يصلوا إلى الحكم
بالقفزة بدون تدرج. هؤلاء أيام حكمهم تكون أيام صعبة جدا على الناس وعليهم، يفعلون الجرائم، يرتكبون العظائم من الظلم. الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لماذا ارتكبوا هذه الأعمال البشعة العجيبة الغريبة؟ لأنهم وصلوا إلى الحكم بدون تدرج، مرة واحدة من لا شيء قفز إلى الحكم. كان هؤلاء قد قرروا أن يقتلوا أمير المؤمنين، لماذا يقرر الحاكم أن يفعل هذه الجريمة الكبيرة؟ لأنهم لا يعرفون حدود الأمور، مع قطع النظر عن نصبهم، مع قطع النظر عن أنهم كانوا يعادون، لا يعرفون آثار هذا العمل. الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها ماذا فعلت في هذا الظرف؟ جعلت نفسها ضحية لكي يبقى أمير المؤمنين. يعني ماذا؟ يعني هؤلاء كانوا يريدون أن يقدموا على هذا العمل البشع، هذا الجرم الكبير على مر التاريخ علنا، وبالفعل صرحوا بذلك، تبايع أو تقتل، تقتل علنا، تقتل، لأنهم لا يعرفون حدود هذه الجريمة، لا يعرفون آثار هذه الجريمة. الزهراء سلام الله عليها جعلت هذا الظرف يطوى، هذا الظرف ينتهي، هم فيما بعد سيعرفون مدى عظمة هذه الجريمة على تاريخهم. إلى أن يعرفوا يلزم أن يضحي شخص. هنا الزهراء سلام الله عليها ضحت. بعد استشهاد الزهراء هم عرفوا أن هذه الجريمة جريمة كبيرة جدا، آثارها خطيرة على حكمهم. تركوا أمير المؤمنين صلوات الله عليه ظاهريا، لا أقل من جهة الاغتيال العلني لأمير المؤمنين، تركوا هذا الأمر. المشكلة أن الحاكم وصل إلى الحكم بدون تدرج، لا يعرف الضوابط، لا يعرف الحدود، قفز، ما مشى خطوة خطوة حتى يعرف. هذا الشيء في كل الأبعاد. التاجر الذي يصل إلى التجارة بدون طي المراحل الطبيعية، من الممكن أن يمتلك أموالا كبيرة، ولكن في الأزمات الاقتصادية هذا التاجر يسقط قبل بقية التجار. التاجر الذي مشى خطوة خطوة ووصل إلى التجارة، هذا الشخص، هذا التاجر لا يسقط إلا بعد أن يسقط 10 من التجار الذين قفزوا على التجارة. هذا يعرف الضوابط أكثر من غيره. ممكن شخص آخر يملك أموالا كبيرة، ولكن باعتبار لا يعرف ضوابط التجارة في المنعطفات يخسر، لأنه وصل إلى الأموال من طريقة سريعة جدا، ما تعلم السرعة تجعل الإنسان لا ينتبه إلى الدقائق. الذي يسرع في قيادة السيارة مثلا لا يلتفت إلى الأشياء التي تدور حوله، مثل الشخص الذي يمشي ببطء، هذا يلتفت، يتمكن أن يركز أكثر. الساسة الذين يصلون إلى السياسة، بعضهم يقفز، هذا يسقط سقوطا ذريعا إذا سقط، بعضهم لا، يمشي خطوة خطوة. هذا الشخص إذا سقط يسقط سقوطا عاديا لا ينتهي، لأنه يعرف الضوابط أكثر من غيره. هكذا في البعد العلمي، الذي يريد أن يتعلم العلوم في فترة قصيرة لا يتقن هذه العلوم. متى يظهر؟ في دقائق العلوم يظهر أن هذا الشيء شخص فارغ، لا يمتلك عمقا واقعيا في العلم. وهكذا في كل الأبعاد. في الحديث الشريف عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع.
الذي يسرع على الفرس هذا يكسر ظهر الفرس ولا يتمكن أن يقطع أرضا. الفرس يتعب يسقط في حد معين فالشخص يتوقف في السير. المنبت لا ظهرا أبقى يعني للفرس ولا أرضا قطع. السر في ذلك أن كل شيء في هذا الكون مثل بالضبط مثل بناء. البناء الذي أنا أجعل لبنة بدون أن أثبت هذه اللبنة بصورة جيدة، أجعل لبنة ثانية ولبنة ثالثة ورابعة، من الممكن أن المظهر الخارجي لهذا البناء يكون جميلا، ولكن بأدنى هزة أرضية هذا البناء يسقط يخر على رؤوس أهله. على عكس ذلك إذا كان البناء الشخص جعل اللبنة ثبتها دقق فيها ثم جعل لبنة ثانية بتدقيق بتركيز ثم لبنة ثالثة، هذا البناء يحتاج إلى مدة أطول ولكنه يكون راسخا. ربما في الزلازل القوية هذا البناء يبقى. الكفار جاءوا بإشكال قوي حسب زعمهم على القرآن وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى الإسلام. ما هو الإشكال؟ الإشكال أن الأنبياء الذين جاءوا، الرسل الذين جاءوا بالكتب السماوية، جاءوا بالكتاب دفعة واحدة، موسى عيسى بقية الأنبياء، فلماذا القرآن ينزل تدريجيا شيئا فشيئا؟ إشكال عظيم. وغفلوا عن أن هذا الإشكال هو جهة قوة للنبي وجهة قوة للإسلام والقرآن. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. لماذا القرآن لا ينزل جملة واحدة دفعة واحدة مرة واحدة كالتوراة؟ موسى جاء بالتوراة دفعة واحدة، لماذا القرآن ينزل تدريجيا؟ إشكال عظيم حسب زعمهم. نقطة ضعف حسب زعمهم، ولكن في الواقع نقطة قوة. الله عز وجل يجيب: كذلك نحن نزلنا القرآن تدريجيا. لماذا؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أولا الطفل الذي يتعلم العلوم دفعة واحدة أعطه كتابا كاملا، من الممكن أن يحفظ هذا الكتاب خلال أسبوع خلال شهر، ولكن بعد ربما سنة واحدة ينسى أكثر ما في الكتاب. على عكس ذلك أعطي الطفل معلومة مع صورة، أعطه معلومة مع حادثة معينة، أعطه معلومة في ظرف معين، ربما بعد 100 سنة هذا الطفل لا ينسى تلك الحوادث، لا ينسى تلك المعلومات التي تلقاها مع قضية ثانية. القرآن الكريم طبعا عند رسول الله كان موجودا، رسول الله يعلم القرآن قبل البعثة، أمير المؤمنين كان يحفظ القرآن قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله ب10 سنوات، عندما ولد أمير المؤمنين قرأ القرآن، أهل البيت يعلمون القرآن، كل القرآن موجود في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن الشيء الذي ينزل تدريجيا يبقى في ذاكرة الناس، وبالنتيجة يبقى أثره في قلوب الناس. لا أقول فقط في قلوب من كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وآله، حتى في قلوبنا نحن الآن، نحن نسمع قضية أن شخصا ضحى من أجل أخيه، فورا ماذا نتذكر؟ نتذكر آية المبيت، قضية أمير المؤمنين عندما بات في مكان رسول الله صلى الله عليه وآله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. لماذا؟ لأن هذه الآية نزلت
مع هذه القضية تبقى راسخة في أذهان الناس بعد مرور أكثر من 1000 عام. وهكذا بقيت الآيات، الآيات نزلت في حوادث معينة، في قضايا معينة، هذا تبقى في الذاكرة ويبقى تأثيرها في قلوب الناس أكثر من الشيء الذي جاء مرة واحدة أنت لا تعلم أصلا هذه الآية نزلت في أي شيء، متى، كيف، آثارها تكون قليلة. هذا أولا. ثانيا، المسلمون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله بعضهم كان من المقرر أن يحمل رسالة، هؤلاء كانوا قد فتحوا عيونهم على شيء جديد، يحتاجون إلى شحنات نفسية باستمرار، شحنات روحانية باستمرار. إذا كان القرآن ينزل مرة واحدة خلاص 23 سنة بعد ذلك ما كانوا يتلقون شيئا من الارتباط بالله عز وجل، هو النبي موجود ولكن الشخص الذي أمامك تستصغره أنت، هذا شيء طبيعي. النبي بشر يرونه، أما أن ينزل ملك على رسول الله، النبي هو أعظم من ذاك الملك، النبي ارتباطه بالله عز وجل ارتباط مستقيم بخلاف ذلك الملك. جبرائيل ارتباطه بالله ما كان ارتباطا مستقيما، جبرائيل كان يتلقى الأوامر من الروح بخلاف النبي، النبي ارتباطه بالله مستقيم، ولكن الناس لا يستوعبون هذه الأمور. جبرائيل شيء، عندما نزلت الملائكة في نصرة المسلمين، المسلمون قويت قلوبهم، وما النصر إلا من عند الله، النصر هو من الله، ولكن ملك، ملك ينزل ويعينني. الناس كانوا بحاجة إلى دفع، إلى شحنات، دفعات نفسية أو نفسانية روحانية. القرآن نزل متدرجا بين فترة وأخرى، بين يوم وآخر، كان شيء من الوحي ينزل، شيء جديد، شحنة جديدة، حتى يتربون، حتى يتمكنون أن يؤدوا، لا أقل بعضهم يؤدي بعض الرسالة. سلمان كيف أصبح سلمان؟ أبو ذر كيف أصبح أبو ذر؟ كيف أصبح أبا ذر؟ كانت هناك أمور أثرت في تربيتهم، هذه الأمور كانت ضمن هذه الأمور كان النزول التدريجي للقرآن. هذا ثانيا. ثالثا، القرآن الكريم يريد يبين عظمة مناسبات، عظمة ظروف، عظمة أشخاص. إذا كان القرآن ينزل دفعة واحدة هذه الأمور كانت تضمحل. القرآن يريد أن يبين عظمة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، والقرآن الأسماء فيه قليلة، أسماء الأشخاص الذين كانوا في زمن النبي لا تذكر في القرآن الكريم لأسباب، ذكرنا بعض الأسباب سابقا، إحدى تلك الأسباب لئلا يلجأ أعداء القرآن إلى تحريف القرآن. القرآن لا يريد أن يبين أسماء. مع هذا الوضع كيف يحفظ عظمة أشخاص؟ كيف يبين عظمة أشخاص؟ بالنزول التدريجي. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الصلاة في حالة الركوع يتصدق بالخاتم، تنزل آية قرآنية، إنما وليكم الله. إذا هذه الآية كانت قد نزلت ضمن القرآن الكريم الذي نزل دفعة واحدة، النبي صلى الله عليه وآله جاء بكتاب، تفضلوا هذا الكتاب هو الكتاب الله عز وجل، كان الناس يلتفتون إلى هذه القضية؟ لا. كان الناس ينقلون هذه القضية؟ لا. كانت القضية تضمحل. اضمحلال القضية يعني ماذا؟ يعني اضمحلال شخصية قائد، القائد الأعظم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني الدين ينتهي، خصوصا مع وجود الأعداء من داخل المسلمين المنافقين. لا، أمير المؤمنين يتصدق فتنزل الآية، النبي صلى الله عليه وآله في قضية يخرج مع مجموعة، الآية نزلت في من؟ من المقصود بالذين آمنوا؟ يذهبون يسألون، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هكذا
هكذا الله عز وجل أعطى العظمة لهؤلاء الأشخاص. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا أبرار. من أين علمنا أن هذه الآية نزلت في شأن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ لأن هذه الآية ما نزلت في القرآن مرة واحدة على الناس. هذه الآية نزلت عندما تصدق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بطعامهم. تنزل آيات عظيمة تبقى على مر الدهور، رغم محاولة الأعداء هذه الآيات تبقى بالنتيجة، رغم أن الأعداء حذفوا ومسحوا وأحرقوا وأتلفوا آلاف مؤلفة، لا ملايين من الروايات، حقيقة أقول ملايين من الروايات أتلفت، ملايين من الروايات أتلفت، ليست بالآلاف بالملايين. مع ذلك يلزم أن يكون الأمر بدرجة من الشيوع حتى يبقى إلى يوم القيامة، حتى تكون حجة الله عز وجل على الناس تامة. ولله الحجة البالغة. كيف تكون الحجة البالغة؟ من الأمور المؤثرة هذا النزول التدريجي. القرآن الكريم يعلمنا أن نكون في كل شيء متدرجين. تثبيت الفؤاد كذلك لنثبت به فؤادك، هذا يكون بالتدريج في التربية، في تربية الأبناء. مرة واحدة تريد أن يتربى تربية كاملة لا يمكن، من الممكن بالضغط أن تحدث شيئا وقتيا ولكن لا يستمر، كالبناء الذي بني بسرعة في وقت قصير بدون مراعاة الدرجات والمراحل. في التربية، في التعليم، فيما يرتبط بك كشخص تاجر، فيما يرتبط بك كشخص مدير، كل شيء يلزم أن يكون بتدرج. لا نفكر في القفزة، من الممكن أن تحدث معجزة كما حدثت سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، كان معجزة. من ارتبط بسيد الشهداء صلوات الله عليه تخطى مراحل، هذه قضية إعجازية. أصحاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وعليهم الصلاة والسلام بلغوا مرتبة عالية في فترة قصيرة، لأنهم ارتبطوا ارتباطا خاصا بشخصية خاصة في ظرف خاص. زوجات الأئمة عليهم الصلاة والسلام أسماءهم لا تذكر، السيدة أم البنين سلام الله عليها مقامها عظيم لأنها ارتبطت بقضية سيد الشهداء، هذه قضية خاصة كانت، هذا إعجاز خاص، تكون باب من أبواب الحوائج إلى الله عز وجل. القضايا التي أنا سمعتها من أصحاب الحوائج التي قضيت بطريقة إعجازية واضحة ببركة السيدة أم البنين، قضايا كثيرة أنتم أيضا سمعتم. من الذي أوصلها إلى هذا المقام؟ سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، ارتباطها بسيد الشهداء صلوات الله عليه. زوجات الأئمة جليلات كنا، كثير منهم كنا جليلات عظيمات، ولكن هذا المقام للسيدة أم البنين دون بقية زوجات الأئمة عليهم على الطاهرات منهن السلام، ولكن هذه القضية خاصة، قضية سيد الشهداء، قضية سيد الشهداء قضية استثنائية أساسا. أما أنت تريد أن تمشي في كل القضايا بطريقة قفزة، لا يمكن. المعجزة لا تحدث، المعجزة لحالات خاصة في ظروف خاصة تحدث. تريد أن تتعلم، امشي خطوة خطوة. لماذا الاستعجال؟ لا أقول الإنسان يتكاسل، ولكن الإنسان يمشي مشي عادية لا يركض. عندما يرفع قدما أول يثبت القدم الآخر ثم يرفع قدما. الذي يركض لا يتمكن أن يثبت هذا الوضع، يسقط. كل شيء يكون متدرجا، من يمشي هونا يمشي دهرا. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق سيد الشهداء، بحق رسول الله، بحق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. ولا تفرق اللهم بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة،
إنك على كل شيء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.